الجهات اللي مسؤوله، فهمتني؟ مثلا ما يلقاش واحد مكتب اللي دافع عليهم، راهو ما فيها هاد المره يمشاو للرباط مثلا باش يشوفوا التيكي. المره اللي فاتت مثلا الرباط اللي باع تيبي نهار باعوا لي بيت السبت، حنا هنايا الجمهور ديالنا ما لقاش تيبي نهار السبت، شكون صنع هاد القرار؟ ما يقولوليش السلطه، السلطه تقول لك الملعب ما يتباعش لان الماتش 8 ونص يمكن ما نبيعوش الملعب. Thank you.